وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة. وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم وضيف الأكثر تميزا لهذا الأسبوع المحامي محمود محمد الدقور. بداية يسعد مساكم نورنا. أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة ولقناتكم الكريمة. تسلم يا رب. شكرا. بداية أستاذ محمود، لو بدنا ناخذ نبذة بسيطة عن حضرتك على بداياتك ونحكي من حق المشاهد يعرف عن حضرتك أكثر، كيف بلشت ومتى بلشت بهذا القطاع؟ تفضل. شكرا لكم وبكرر الترحاب بكم. أنا المحامي محمود محمد دقور من الشوبك ومواليدها، وعشنا حياتنا البسيطة في الشوبك. دخلت الجامعة الأردنية، التحقت في كلية الحقوق في عام 93 كلية الحقوق، وتخرجت في 98. خلال وجودي في كلية الحقوق وهذا التخصص اللي أنا بعتقد أنه مميز ويساعد الشخص في صقل هواياته وشخصيته، الحمد لله حزت على ثقة زملائي في كلية الحقوق وأيضا على مستوى الجامعة الأردنية، فكنت رئيسا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية عام 1997، وأيضا رئيسا للمجلس التأسيسي للاتحاد العام لطلبة الأردن في نفس الفترة. تخرجت من الجامعة الأردنية والتحقت مباشرة في نقابة المحامين متدربا من عام 99، ولا أزال في نقابة المحامين حتى هذا الوقت. طبعا المحامي صاحب رسالة مجتمعية وصاحب رسالة ثقافية وفكرية، فأغلب المحامين يتميزوا بالانتماءات الفكرية والسياسية المتعددة والنشاط، وأنا من بدايات حياتي كنت ناشط في الحركة الإسلامية في العمل الشبابي والطلابي، وفي نقابة المحامين أيضا مع التيار الإسلامي في نقابة المحامين، والآن أنا ضمن سياق حزب المؤتمر الوطني زمزم، المبادرة الأردنية لبناء زمزم على الصعيد الوطني، وهذا الحزب الذي يقدم الآن رسالة وطنية قيمية أخلاقية هدفها بناء الأردن ونهضته. وأيضا على الصعيد النقابي أنا الآن مهتم بالشأن النقابي عن كثب وعن قرب، ومؤخرا استطعت أنا ومجموعة من زملائي على تشكيل تجمع الوطني الديمقراطي، وهذا التجمع يحمل رسالة مهنية وطنية سامية. تجاوزنا من خلال هذه التجمع كل الأيديولوجيات وكل المرجعيات الفكرية أو السياسية والتخندق الحزبي السابق الذي كان يؤثر على قطاع العمل النقابي، لننطلق لنقدم لزملائنا المحامين نموذج جديد في العمل المهني الوطني المنحاز إلى قيم المجتمع وحضارة الأمة وتاريخها. هذا الرسالة التعريفية يعني اللي أنا بحب أقدم نفسي فيها. نعم. لكم كل توفيق لحضرتك. شكرا. الآن لما نفوت أكثر بالتفاصيل نعرف السادة المشاهدين دورك كمحامي في المحاكم، تفضل. أنا ذكرت أن العدالة في العالم تنقسم إلى قسمين، في لها جناحين العدالة. العدالة هي القضاء والمحاماة، فإذا اختل أحد جناحي العدالة تختل الميزان هذا في على مستوى العدالة في المجتمع كاملا. المحامي يقدم رسالة مهمة جدا في المجتمع، يقدم إلى القاضي مجموعة من الخبرات ومجموعة من الوقائع ومجموعة من البينات التي تساعد القاضي على إجلاء الحقيقة وإصدار الحكم، وبالتالي لا يمكن إغفال دور المحامي، وهذه من أعرق المهن في التاريخ. وبالتالي المحامي له رسالة. المحامي إذا كان محاميا يحمل قيم الصدق والأمانة والإخلاص، فأنا أعتقد أن هذا سينعكس ابتداء على القضاء وعلى رسالة القضاء والمحاماة، ثم ينعكس على المجتمع وأمن المجتمع، أمنه القيمي وأمنه السياسي وأمنه حتى الاجتماعي. فبالتالي المحامي ركن أساسي في العملية في العدالة، ركن أساسي في السلطة القضائية. المحامي يستطيع أن يقرب الناس إلى حقوقهم. المحامي من خلال رسالته يجب أن يكون قاضيا، ونحن نعرف وكثير من الناس يعرف المحامي على أنه المحاماة هم القضاء الواقف، كما في قضاء جالس على كرسي القضاء، في قاضي واقف هو الذي يساعد القضاء الجالس على أداء رسالته. بالتأكيد. نعم. الآن بدنا نتحدث أيضا عن التطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع المحاماة، يعني بدنا نتحدث يعني هي بعد من أنها وفرت وقت عليكم وفرت أيضا جهد، أيضا نتحدث أزمات لحضرتك للموكلين، نتحدث أكثر، تفضل.
شكرا. يعني طبعا القضاء القطاع المحاماة والقضاء وزارة العدل منذ فترة طويلة وهم يسعون إلى تطوير مهنة تطوير القضاء والجهاز الإداري. القضاء في له جهاز إداري يساعد القضاء على إنجاز معاملاته، فإذا القضاء أو الجهاز الإداري لم يكن جهازا فاعلا قويا القضاء سيتعطل. ما يعني ممكن أن يقوم القاضي بعمل معين إذا لم يكن لديه كاتبا يساعده أو طابعا يساعده أو معقبا للمعاملة أو للإجراءات. فالجهاز الإداري في القضاء جهاز مهم. استطاعت وزارة العدل، وأنا يعني لا أتحدث لكن أنا أشاهد وأقيم، وزارة العدل استطاعت أن تقدم مجموعة من التسهيلات سواء متعلقة في موضوع النصوص وتطوير النصوص القانونية اللي جرت أخيرا على قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات والعقوبات، وأيضا على الإجراءات الإدارية التي تساعد الناس في تحصيل حقوقها وفي التعامل مع الجهاز القضائي. لكن لا تزال هذه الثقافة، أنا برأيي لا تزال هذه الثقافة غير منتشرة بشكل كامل في المجتمع، بحيث أنه يسهل على المواطنين التعامل معها. لأن نقابة المحامين تقوم بدور جيد في هذا الإطار من خلال عمل دورات في كيفية تسجيل القضايا عبر الموقع النقابة، وأيضا كيف نستطيع أن نقدم الطلبات وكيف نستطيع. لكن هذا الأمر لا يزال في بداياته، من الصعب تقييمه في هذه المرحلة، لكنه أنا أعتقد أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. أكبر مشكلة تواجه المواطنين سرعة التقاضي، فإذا المواطن استطاع أن يتجاوز هذه المسألة واستطاع أن يعرف أنه إذا لجأ إلى القضاء يستطيع أن يحصل على حقه بأسرع ما يمكن، أستطيع أن أقول أنه إحنا حكمنا على الإنجاز بنسبة متقدمة جدا. نعم. الناس في عرفة، وهذا أنا ما بتفق معهم فيه، في عرف الناس أنه المحاكم حبالها طويلة، بيقولوا هيك. هذا سبب عدم كفاءة الجهاز الإداري، أيضا قلة عدد القضاة، ثالثا عدم توسع الجهاز القضائي في مسائل، يعني بعض القضايا تأخذ وقت بسبب إجراءات متعلقة ببطء التعامل أو التأجيل المتكرر أو مسائل متعلقة بالخبرة وإجراءات أخرى قضائية. هذه الأشياء إذا استطعنا أن نتعامل معها ضمن مدد قانونية نستطيع أن نسرع الإجراءات. الآن التعديلات الأخيرة اللي جرت في قانون محاكم الصلح حدد وعالج جزء كبير من هذه المشاكل. أنا برأيي بعض الناس يعترض على أنه هذا قد يخل بالعدالة بين الناس، المدد 7 أيام و15 يوم، لكنه أنا برأيي أن الإنسان عندما يكون صاحب قضية فتكون جزء من همه قضيته، وبالتالي بكون متابعها. المحامي جزء من همه شغله مواعيده، وبالتالي مواعيد الجلسات والمتابعة، وبالتالي لا يعقل أنه محامي يفوت مدة يعني مدة 15 يوم أو 7 أيام لغايات تقديم مهل قانونية. ولذلك أنا أعتقد أنه في تطوير في الجهاز القضائي، في تطوير في الجهاز الإداري المساعد الجهاز القضائي، تطوير مهنة المحاماة يجب أن يتبع أو يتبع للتطوير الذي جرى في الجهاز القضائي. نعم بالتأكيد. الآن أستاذ محمود، يعني من خلال خبرتك بهذا المجال قطاع المحاماة، نصائح للخريجين الجدد أيضا اللي مباشرين عملهم جديد، تفضل. جيد. يعني هو الحقيقة مهنة المحاماة زيها زي كثير من المهن في المجتمع، يعني يأتي عليها مسائل متعلقة بالبطالة وبالبطالة المقنعة. نعم. وسوء التعامل مع المهنة، لكن مهنة المحاماة أنا برأيي أنها لمن اختار هذه المهنة عن قناعة ورغبة، أنا بعتقد أن هذا الإنسان يستطيع أن يقدم لهذه المهنة الشيء الكثير. وهذه المهنة إذا استطعت أن تقدم لها أنت شيء كثير، هي لن تبخل عليك بهذا الأمر. ما تقدمه للمهنة هي الكفاءة، تتعب على نفسك وتدرس كويس وتدرب نفسك بشكل جيد، ويعني تتابع كل التعديلات وكل الإجراءات اللي بتصير في الجهاز القضائي وفي الجهاز نقابة المحامين، تستطيع أن تكون محامي فذ ومحامي متميز، وبناء عليه تستطيع أن تقدم لمهنتك الرسالة الحقيقية المطلوبة منها. هذا رسالة للخريجين. وأنا بعتقد أنه اختيار مهنة المحاماة يجب أن يكون اختيارا يعني قائم على قناعة. نعم بالتأكيد. وليست والدي يريد أو والدتي تريد أو وجدت أبوي كذا أو وجدت أخوي كذا، هي رسالة وهي من أهم المهن التي يجب أن يسعى الإنسان إلى تحسينها في حياته. نعم بالتأكيد. بتشكرك مرة تانية أستاذ محمود دقرع على اللقاء الجميل مع حضرتك، ويعطيك ألف عافية. شكرا لكم. أهلا وسهلا بكم، تشرفنا بزيارتكم وبقناتكم الكريمة. شكرا لكم. شكرا. يعطيك ألف عافية.